هايبرتنشن أو ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون مزمن وممكن يكون متقطع على فترات. بيحصل ارتفاع ضغط الدم الأولي أو الأساسي بسبب مجموعة عوامل، زي أنه ممكن يكون بسبب عامل وراثي أو بسبب الدايت والنظام الغذائي أو أسلوب نمط الحياة. دي أسباب ممكن تؤدي إلى زيادة مقاومة الأوعية الدموية أو زيادة النتاج القلبي أو الاثنين مع بعض. أما ارتفاع ضغط الدم السنوي بيحصل بسبب مشاكل تانية زي أمراض الكلية. الكلية المتعسرة بتمتص الكثير من الصوديوم والمية، بالتالي بيزيد حجم الدم والنتاج القلبي، وممكن يحصل ضيق في الوعاء الدموي. ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة بيزود من عبء العمل على القلب ويجهد عضلة القلب، وده بيؤدي إلى تضخم حجم القلب والبطين، وفي النهاية بيحصل إنهاك للقلب وسكتة قلبية. ارتفاع ضغط الدم برضه ممكن يسبب تلف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات زي تلف في الكلية أو صعوبة في الرؤية أو سكتة دماغية.